شجرة الجوجوبا أو الجوجوبا من المحاصيل الزيتية الواعدة والتي انتشرت زراعتها في الآونة الأخيرة بكميات كبيرة، وهي نبات صحراوي معمر مستديم الخضرة كثيرة التفريع، لها أكثر من ساق رئيسية. وتتحمل هذه الشجرة الظروف البيئية الغير مناسبة لكثير من المحاصيل الأخرى، حيث تتحمل مدى واسع من الحرارة، فهي تتحمل البرودة الشديدة والحرارة العالية، كما أنها تتحمل مدى واسع من ملوحة التربة ومياه الري، ويمكن زراعتها كما في هذه المزرعة على مياه الصرف الصناعي المعالج. تحتوي بذور الجوجوبا على نسبة زيت من 40 إلى 60% من وزنها زيت نقي، ويستخدم هذا الزيت في أغراض صناعية عديدة، منها استخراج وقود للطائرات وصناعة الشحم وصناعة مستحضرات التجميل وزيت الشعر. ويتوقف نوع الصناعة على نوعية مياه الري التي تستخدم في الزراعة. ونبات الجوجوبا أحادي الجنس ثنائي المسكن، ويجب عند الزراعة زراعة الأشجار المذكرة إلى المؤنثة بنسبة 1 إلى 6، حيث أن أزهار الجوجوبا عديمة الرائحة وغير جاذبة للحشرات، ويعتمد التلقيح فيها على التلقيح الهوائي.